الله بالخير لكل من يتابع شرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعوات نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رفيق. مرحبا زل. مرحبا متابعي قناة الشرقية. حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، لكن بعد الفاصل. بالبداية نذكركم بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظاهر أسفل الشاشة اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. أيضا فيسبوك وتويتر اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، ونشر الكهربائية اليومية وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقية. شلون راح يبدي من عيون المدينة، وشكوى وصلت لنا عن طريق الفيسبوك الخاص بأهل المدينة من كركوك، بالتحديد من منطقة الأسرى والمفقودين محل 508. هذه المنطقة راح نشاهد الصور أنه كانت هناك قطعة أرض تابعة لبلدية كركوك، أحد الأشخاص استولى عليها، يبدو أنه هو يعني صاحب نفوذ أو أنه هو عنده عرف بالبلدية، استغلها لنفسه ويعني هيئها ورتبها وربى بها مواشي. ناس اشتكت أكثر من مرة لبلدية كركوك باعتبار القطعة تابعة لها، اشتكوا من الريحة والأصوات، وهي منطقة سكنية وتعرفون بالأمطار شلون راح تكون الريحة والوضع المأساوي. اشتكوا أكثر من مرة طبعا، والأمراض وغير ذلك والحشرات اللي تصاحب تربية المواشي. أكثر من مرة وصلوا صوتهم إلى بلدية كركوك وللجهات المعنية لكن دون فائدة، لذلك اضطروا آخر شيء بعد ما يأسوا من الجهات المعنية إرسالها إلى أهل المدينة، عسى ولعل أن يصحو ضمير صاحب هذه القطعة اللي استولى عليها، طبعا هو مو صاحبها الرسمي، ويقوم بإلغاء فكرته أو تغيير مكانها، أو أنه البلدية بلدية كركوك تأتي وتحاسب هذا الشخص كونه يربي المواشي في منطقة سكنية. نتمنى أن يكون هناك متابعة للموضوع. مثل ما قلنا كركوك منطقة الأسرى والمفقودين محلة 508. نعم. نبقى ضمن فقرة عيون المدينة، وراح أروح إلى مدينة سامراء. وجد حلو من واحد يقعد الصبح من النوم يفتح البورد يريد يغسل، يطلع له طين مكان المي، يعني يطين وجهه. وإحنا ما شاء الله العراقيين كنا على هذا الحال، يعني كنا من فترة وإحنا مطينا وجهنا بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية اللي يمر بها البلد، وده تسيء يوم بعد يوم. لكن إنه هذه المناشدة اللي رادوا توصل للجهات المعنية عبر برنامج أهل المدينة، نتمنى إنه توصل إلى دائرة ماء ومجاري مدينة سامراء حتى يقومون بالاتخاذ الإجراء اللازم ويخلون المي يرجع مثل ما كان، لأنه ماء الإسالة ضروري جدا. هو الكل يعرف إنه الماء سر الحياة، يعني إذا واحد يوم كامل بدون مي ما راح إنه يقدر يتحرك ولا راح إنه يقدر يسوي أي شيء، لا طبخ لا تنظيف لا تركيب لا معامل تشتغل لا أسواق تشتغل، كل الناس تتوقف بسبب عدم وجود الماء اللي هو صالح للشرب. نتمنى إنه من الجهات المعنية تسرع أو تكون بالاتجاه الصحيح نحو إصلاح الخلل اللي صار بدائرة ماء ومجاري سامراء، ويقومون بإصلاحها ويرجع الوضع كما كان في الأيام السابقة، لأن احنا ملينا يومية مشكلة يومية مشكلة. نريد دائرة من دوائر الحكومة تشتغل بشكل صحيح، ما عندها خلل ما عندها مشكلة، كلها مشاكل وكلها أخطاء واضحة. ومن تجي وتسأل تقول له يا ترى هذا خطأ وأنه لازم صحيح، يقول والله شلون أنا أقدر أصلحها؟ ما راح أقدر أصلحها لأنه أنا تقشف، ولحد الآن الحكومة المركزية ما وصلت لي الميزانية الكاملة حتى أنه أقدر أكمل عملي بشكل صحيح، ودائما نقول الله كريم. طيب نروح إلى موضوع آخر، إلى موضوع إحنا تابعناه بشكل كبير والناس أيضا في قلق لحد الآن بخصوص العجولة النافقة التي وصلت إلى البصرة قبل تقريبا أسبوع وماتت. وللأسف أنه كان المفروض أنه يتم فتح تحقيق بالموضوع، أنه منين إجت وليش إجت ومن اللي جابها، هذه أيضا تكلف الدولة. بدل كل هذا الموضوع تم نقل هذه العجول إلى بغداد وبالتحديد إلى الشعلة، ووصل لنا خبر وحتى مراسلنا تابع هذه القضية أنه تم ذبح وصلخ هذه المواشي الميتة أو هذه العجول النافقة المريضة وبيعها
على بعض القصابين اللي يتعاملون بمثل هكذا لحم، وتم يعني تداولها بين المواطنين بأسعار بسيطة. الناس عندنا احنا للأسف جهل كبير بهذا الموضوع من الناحية الصحية، الناس ما فاهمة، تقول لك انا ادور على الرخيص باعتبار انه الوضع المادي صعب، وانا اكل اولادي لحم حتى لو كان رخيص وخلص، حلال حرام هذه بذمة من قام ببيع اللحم. لكن هناك مشاكل صحية كبيرة، من ضمنها انه هذه اللحوم تسبب السرطان وتسبب الموت حتى لو كان موت بطيء. انتم ما تعرفون انه جاي تنطون اولادكم واطفالكم واهلكم سم. لذلك احنا سوينا استطلاع، تبين من خلال الاستطلاع انه الناس اغلبيتها لا تفهم بهذا الموضوع، وهذا نحتاج الى توعيه كبيره. احنا من عندنا كاعلام وزاره الصحه المفروض تكثف جهودها، تطلع تفتش تفتيش كامل على كل محال القصابه، شلون اللحم احنا عندنا 16 سعر الكيلو، شلون واحد يبيعه سعره 5000 والناس تشتري ودون علم او دون درايه، ويقولون والله اللحم الهندي، ويقولون اللحم ما اعرف منه لحم مستورد. اصلا هذا كله يدخل ضمن اللي هو اصلا الدول ما تتعامل به. للاسف احنا اصبح سوق مفتوح. احنا نروح نشوف الموضوع، موضوع العجول النافقه لحد الان احنا ما افتهمنا لجنه النزاهه وين وصلت به. اليوم هناك ايضا بعض الاخبار وصلت لنا، وهناك مقطع فيديو ان شاء الله باكر نعرضه، انه في البصره وجدوا مكان كبير او ساحه كبيره بها عدد كبير من هذه العجول النافقه متروكه، ماتت وانتركت يعني بالعراء. هذا الموضوع يحتاج الى فتح تحقيق كبير، ومن خلال الاستطلاع تبين ان هناك رؤوس كبيره هي من تقوم باستيراد مثل هكذا لحوم ومثل هكذا عجول ومثل هكذا مواشي مريضه او انها ميته وتقوم بتوزيعها على القصابين. لذلك نحتاج الى متابعه حقيقيه من ناس حقيقيين وطنيين يحبون وطنهم، يحبون ناسهم واهلهم. لكن نرجع مرة ثانية ونوصي الأهالي والمواطنين، لا تشترون هذا اللحم الرخيص. أبسط شيء ناكل عدس، العدس رخيص هو يعوضنا عن اللحم. نروح حتى نتابع الاستطلاع ونشوف احنا آراء المواطنين، ونتمنى انه هذا الاستطلاع يساهم في توعية الكثير من الناس الفقراء اللي ما واعين وما فاهمين حقيقة هذه اللحوم. يعني انتم منين تجيبون مصدركم اللحم؟ منين العجل الغنم؟ حدينا احنا لحمنا كله جنوبي، كله مال عماره كوت، فاحنا عندنا محلاتنا يعني بركه، عندنا معصارات ببغداد، فنحجز احنا 1000 راس 500 مو سوى، فاحنا ذبحنا عراقي. بعض العالم هاي الاوزان جاي تجي هسه 25 30 كيلو، هاي اغلبيه جاي تجي ايراني وتركي، اي فهذا اللحم الحجين الثقيل هذا 30 كيلو جاي ينباع ب10 وب9، هذا مو من صالح العالم. بيش تبيع؟ انا ابيع 14، محلاتنا كلها 14 و15، عندنا محل شارع فلسطين نبيع 16، عندنا محل بالشعب نبيع ب15. زين لما شلون يربحون العدد اللي يبيعون بالكيلو ب4000؟ هذول مير هذا اللحم هذا جاي مجمد، بيش ما يبيعوا ويصرفوا لهم؟ هاجوا كله من الخارج، كله تعبان حجي، كله ميت هذا. سمعت بهاي حملة العجول، صفقة العجول الفاسدة اللي دخلت بغداد؟ والله بالعراق هسه حاليا يصير كل شيء يصير. ما يخاف من الله. اي يصير هاي الحالة تصير. زين هاي يعني من خلال خبرتك باللحم وهذا، هذه من تجي العجول الميتة والهذا شلون تنباع؟ تنباع على التجار، على طريق التجار القصاصي. يشتروها، اكو قصاص يشتروها، اكو قصاب يشتغل نظيف، اكو قصاب ما يشتغل نظيف، واكو مشتري، واكو مشتري يشتغل يحب لحمه نظيفه، واكو مشتري ما يعرف يخاف على فلوسه. هاي الشغله نعاني منها احنا. زين الناس هاي الفقره تشتري هذا اللحم، ليش ما يبيعوها بالاسواق الشعبيه؟ حبيبي كل شيء يعرف، قصاب يعرف، المواطن يعرف، كل شيء يعرف، اكو بشر على بشر يختلف، اكو يجيب لعائلته سياني وقته، واكو عالم متزمة يعني يدير باله على عائلته يجيب له لحمة زينة.
لحم المثروم اللي هو اصله عجل ب 4000 دينار الكيلو، شلون باي منطق باي ميزان؟ مو قلت لك سبحان الله، هذا الاماكن اللي احنا بيها مناطق شعبيه فقيره، وش يدوروا هنا دور رخيص؟ واكثر الناس تعلم بان سوق معظم ارخص سوق بغداد، حواليها مناطق الفضيل، حواليها شيخ عمر، حيفا، الكرنتيله، هاي سبحان الله يدورون دائما شيء رخيص، فيستغلون هذا الشيء. وين يجيبونه؟ يجيبونه لهاي المناطق حتى في سبيل يمشون بضاعتهم، ما يفكرون مثلا مثل ما تفضلت لا يودون للكراده، لا يودون الوزيريه، هاي على ابو شنو منطقه راقيه ومنطقه تجار، فلهذا يجيبون لهذه المناطق. يعني هنا عندهم قناعه انه الناس كل شيء تشتري، كل شيء تاكل. كل شيء تاكل، كل شيء، بس اسمه شنو؟ رخيص. ما يعرف هذا يضره ما يضره، ينفعه ما ينفعه، ومع الاسف يعني سبحان الله بعض الناس ما تفرق بين الزين وبين المو زين. كيلو اللحم العجل عند القصاب ب 15 وب 14. انت تبيعه مثروم ب 4 وب 5 شلون؟ هذا مجمد. اللي انت تجيبه؟ تجيبه مجمد. زين. لان عندي لحم هندي وعندي لحم اسلامي. زين هذا الهندي منين جاي؟ من الهند؟ من الهند مستورد. شلون من الهند وشلون اسلامي؟ مو هو مكذب حينه بذبح اشرافي. منين؟ ذبح اشرافي مثل انه تروح ناس معممه على هذا اللحم. على هذا اللحم؟ على اللحم الاسلامي. على اللحم، اعطيني شلون تعرفت اشراف هذا؟ هذا؟ هذا اللحم. هذا الهندي؟ هذا الاسلامي، لحم جنات كربلاء. بس هو هندي جاي من الهند. هو استرادة تجار عراقيين جابوا. اي تجار عراقيين جايبين اللي جاي. هذا اللحم. انت شلون تضمنه؟ ما اعرف شلون اضمنه، هم تبقى بذمتهم هم، انا اللي علي المكتوب البي. ايش مكتوب بي؟ لحم جنات كربلاء. هذا المكتوب علي، يجيني المشتري اقول له هذا لحم كربلاء. زين، عندك بعد نوعيه ثانيه غير كربلاء؟ عندي لحم عندي. شو عندك؟ موجود عنده هذا ساق العجن. كربلاء ولحم فاخر اردني. الاردني؟ الاردني بيش تبيعه؟ بيعه ب 5000 لحم عجن. لحم عجل. اي هذا لحم جاموس الكربلاء. إيه؟ وهذاك لحم عجل كفاخر اردني. الاردني 5000. بس هم ما تعرف مصدره انت منين؟ ما اعرف شنو مصدره. انت بيش تشترين اللحم المثروم؟ باربعه. زين ليش؟ مو يعني وين اكو لحم ب4000؟ غير مال عجل يعني؟ اكو مال عجل هناك ب 15 عند القصاب. والله بعد ما اعرف، احنا صار لنا سنين يعني ناخذ بعد. بس سؤال ثاني. هو يعني ادري. زين انت من تجين تاخذين مثروم ما تعرفين مصدره هذا منين؟ لا ما اعرف. لا ما اعرف. يعني شلون اذا طلع مو زين؟ والله بعد هو وربه، بعد ما اعرف. اي. زين انت سمعتي بهاي صفقه العجول الفاسده اللي طبت الى بغداد؟ اي صحيح. اي صحيح. اكو عوائل يعني متضرره، واكو عوائل يعني فردنا مثل ذاك، يعني هي شيء على الرخص يعني لا اكثر ولا اقل. يعني شلون كيلو العجل عند القصاب ب 15000، وشلون هنا بهيجي اماكن يعني بالشارع بالبسطيات ب 4000 دينار؟ والله هذا اللحم اللي عند القصاب ذبح اسلامي معروف، لحم عجل عراقي يعني مو مستورد. هنا هم يقولون ذبح اسلامي، وين المشكله؟ والله هنا مستورد، هو يقول لك اسلامي صحيح، بس انت ما نعرف، الله اعلم، يقول اسلامي بس الله اعلم اسلامي مو اسلامي، بعد يوم والله ظلت هاي. واكو ناس والله ما عندها يعني امكانيه محدوده، اصحاب الدخل المحدود، فشي يسوون؟ يشترون هذا اللحم الهندي اما المستورد الغيره على ابو شنو، هو اسلامي بس هو الله اعلم، بعد ما نعرف على اسلامي مو اسلامي ما نعرف. احنا مثل ما شفنا ان الموضوع خطر، بل خطر جدا، يعني موضوع العجول النافقه فتحت الباب انه هناك لحوم مستورده تباع باسعار رخيصه في البلد، وتباع بشكل لحم مثروم حتى لا تبين انه هناك يعني مشكله بيها، فالناس ما تعرف المشكله لحد الان. يعني احنا اللي اكتشفنا انه الناس تجهل كثير من الامور اللي هي بسيطه، تبحث عن الرخيص دون حتى انه كل شيء، مو بس باللحم، تروح تشوف شيء رخيص مباشرة تروح تشتري، لا تفكر انه التخزين صح غلط، منتهي تاريخه، صلاحيه. وواحده من هذه الامور الخطره جدا هي موضوع اللحم. كثير من الناس يعني المفروض انه او كل الناس المفروض تروح تدقق وتشتري اللحم الطازج، وفعلا هو غالي، احنا مع الجميع انه مو الكل ياكل لحم،
وبشكل يعني يومي إلا ما ندر، يعني نعرف مع وضع البلد المتأزم كثير من الناس ما تقدر تشتري اللحم، لكن تقدر تعوضها بأكلات أخرى، يعني مو شرط لحم، الدجاج يمكن أرخص، يمكن أكثر واحد يقدر يشتري ويحصله. نتمنى من الناس أنه تكون واعية لصحتها، شنو الفائدة أنه هي تشتري اللحم لكن هي تبيع صحتها وتبيع نفسها. موضوع العجول النافقة نتمنى أن يكون هناك متابعة من الجهات المعنية اللي عندها الموضوع عادي يعني للأسف وطبيعي ومر مرور الكرام. هسه صار أكثر من كم يوم، ولجنة النزاهة يبدو أنه هي أيضا راح تواجه ضغوط من الجهات المتنفذة اللي جابت العجول، ويعني وراح تغلق الملف وحالة حال الملفات الأخرى. اللي نتمنى يكون هناك متابعة ويكون هناك وعي من قبل أهل المدينة في عدم شراء مثل هكذا لحوم، والمفروض طبعا اللي هو بالأساس أنه إحنا نسد الاستيراد، استيراد اللحوم المجمدة اللي تحت مسمى اللحم الهندي وغيرها من الأنواع الغير معروفة اللي هي أصلا تسبب الأمراض واللي كل البلدان ما تشتريها، لكن للأسف العراق يشتريها بسعر رخيص جدا ويبيعها على المواطنين على أساس أنه هي ذات قيمة غذائية لكنها ما توفر لنا غير الأمراض والموت البطيء. طيب. إذن ننتقل لموضوع آخر، راح أروح إلى حملات أهل المدينة. اليوم مديرية مرور ديالة أطلقت حملة لصبغ الأرصفة وتخطيط الشوارع داخل مدينة بعقوبة، وبهذه الحملة هي كانت من جهود بجهود فردية من قبل ضباط ومنتسبي دائرة مرور ديالة. طبعا احنا الصور اللي راح نشوفهم، هذه الصور اللي موجودة عليهم مباشرة هي لضباط ومنتسبي مديرية مرور ديالة، لكن انه الموضوع انه الى متى انه راح نبقى معتمدين على الحملات. اليوم ضباط ومنتسبي مديرية المرور قاموا باطلاق هذه الحملة لصبغ الارصفة، وقبل كم يوم شاهدنا انه بعض الشباب قاموا باطلاق حملة لبناء منزل للايتام، وقبلها ترميم مدارس، وقبلها اعادة ترميم الرحلات لمدارس مدينة الناصرة. يعني الى متى؟ زين اذا كلها على المواطن، على المواطن والموظفين والمنتسبين، الاعتماد الكلي، الحكومه شنو فائدتها؟ الافضل انه تنحل مجالس المحافظه وتنحل كل الحكومات المحليه، وايضا الحكومه المركزيه مجلس النواب هم مريده، خليه ينحل ويبقى اعتمادنا على المواطن، لانه المواطن هو اللي هسه حامي نفسه بنفسه. بدنا نشوف مشاكل كثيره تصير والقانون بعيد عنها، مشاكل العشائر القانون ايضا بعيد عنها، كل المشاكل القانون بعيد عنها، وتجي للدوائر الخدميه اللي هي مهمله بشكل واضح وبشكل كبير جدا، يقول لك والله ما عندنا تقشف، خلي المواطن يعتمد على نفسه. زين بعد كم يوم انه الرواتب مال الموظفين ايضا راح تقطع بسبب انه سعر النفط الخام بالعراق غير مجزي، يعني غير انه نافع لانتاجه وتصديره للبلدان حتى انه يسد الحاجه للرواتب والمصروفات اللي هي من المفترض ان الحكومه توفرها. يا ريت انه احنا دائما نعتمد على الحكومات المحليه بدل ما نعتمد على المواطنين، المواطن شو يريد يصير والموظف شو يريد يصير. والضباط والمنتسبين اللي قاموا بهذه الحمله، هذا مو يمكن قاموا بصبغ رصيف لشارع واحد او لشارعين او لثلاثه، لكن نحن في كل منطقه عده شوارع يراد لها كثير من الحملات اللي نقدر نسدها، فهذا جهد يراد له جهد حكومي وجهد دوائر البلديه حتى ان هم يقومون بمثل هيك حملات ويرجعون الشوارع مثل ما كانت واجمل، مو المواطن والموظف والمنتسب اللي هو اليوم عايش على راتبه وراتبه ريت انه يجي بالشكل الصحيح وباستمرار، كل ثلاث اشهر لو يجي مره لو ما يجي. شوف الى متى نبقى صابرين ويا الحكومات المحليه والحكومه المركزيه. طيب احنا نبقى بدياله، يوم امس كانت هناك شكاوى كثيره من اهالي دياله انه هناك انقطاع للتيار الكهربائي منذ يومين، فلذلك احنا اتصلنا بمراسلتنا للسرعه حتى تنطينا التفاصيل انه شنو السبب، كان هناك مشكله معينه و يعني قالت انه اداره الكهرباء تقوم حاليا باصلاح الكهرباء، لكن هي بين يعني بالاونه الاخيره شهدت تراجع كبير تزويد يعني دياله بالكهرباء. يعني احنا نعرف انه كركوك ايضا نفس المشكله، السليمانيه نفس المشكله، كثير من المدن العراقيه ايضا نفس المشكله، لكن نتيجه الشكاوى الكثيره اللي وصلت من اهالي دياله احنا حبينا نتابع هذه القضيه. اليوم ويانا سيد عدنان قطير مدير اعلام كهرباء دياله حتى هو يسولف لنا اكثر ويريد يرد حول هذا الموضوع. مرحبا سيد عدنان. مرحبا سيد عدنان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله سيد عدنان، يعني شنو المشكله في كهرباء دياله وشنو اللي تحبون توضحونه لاهل المدينه؟ تفضل. عزيزي يوم امس تعرضت الخط الايراني، خط نشاط الناقل للخط الكهرباء من الجانب الايراني لعمل تخريبي. طيب.
انا الخاص ادى الى سقوط ابراج عدد اثنين. ادى هذا العمل التخريبي الى خروج 400 ميجا وات عن المنظومه. طيب. ادى الى احداث ساعات القطع عن المحافظه. والقطع المبرمج كان بالتساوي على كافه احياء المحافظه. نعم. نعم. وهناك ذكر برنامجكم اللي هو اكو استثناءات مثلا حي نهر الحجيه. الحقيقه ماكو استثناءات لاي حي معين. طيب. لكن القطع المبرمج هو بالتساوي على جميع احياء المحافظه. لكن اللي حصل هو العمل التنفيذي ادى الى انقطاع التيار الكهربائي فترات طويله خلال يوم امس، وتمكنت كوادرنا الهندسيه الفنيه من اعاده الخط بعمل متميز لحد ساعه متاخره من الليل. طيب، هل ممكن متابعه الموضوع او حمايه هذه الابراج طالما هي تتعرض دائما الى مثل هكذا امور؟ خلينا احنا نحميها احسن مما احنا نخسر اكيد ملايين في سبيل اعاده اعمارها مره اخرى. ممكن نوفر لها حمايه؟ والله هي يعني الابراج يعني مكانها مناطق متباعده وعلى مناطق يعني تقريبا يعني خارج المدن. نعم. مناطق جبال حمر، سلسله حمرين، فهذه مناطق هي خارج يعني المدينه، يعني صعب تامين الحمايه. فكل فتره بين فتره واخرى تتعرض الى اعمال تخريبيه الى سقوط ابراج. طيب، هسه حاليا ماكو مشكله في ديالى، يعني تم معالجه القضيه ان شاء الله، تم تصليح الابراج. نعم. نعم. والخطوط الناقله الان الوضع جيد بالنسبه للمنظومه الكهربائيه. ممتاز. والعمل مستمر على قطع البرمج. نعم. 2x2 والعمل مستمر، ما عندنا اشكال. نعم، احنا نشكرك سيد عدنان خضير مدير اعلام كهرباء ديالى للتوضيح. يعني احنا اهم شيء انه يتم تصليح او تم اعاده الكهرباء للمناطق، ونتمنى فعلا تكون هناك حياديه بين الجميع، لا وجود للاستثناءات. حتى في بغداد موجوده هذه الاستثناءات، اكثر من مره سلطنا الضوء، والاهالي يقولون انه هناك مناطق تستثنى ينطونها كهرباء اكثر من البقيه. يعني نتمنى انه يكون هناك عدل. احنا نعرف مشكله عندنا في الكهرباء، لكن نتمنى انه يكون هناك اماكن مثلا المستشفيات، الدوائر الحكوميه لازم ما تنقطع بها الكهرباء، لكن بعض المناطق المفروض تكون او المناطق تكون متساويه في ساعات القطع المبرمج. طيب، اذا نرجع مره اخرى لفقره عيون المدينه، وراح اروح الى مدينه البصره، بالتحديد مدخل باب الهوى في قضاء شط العرب، كسر انبوب اللي هو خاص بماء الاساله في هذه المنطقه، وصار له 11 يوم المنطقه باكملها ما بها مي اساله، وبالتالي انه قدموا اكثر من شكوى إلى مديرية ماء ومجاري قضاء شط العرب، لكن لحد هذه اللحظة أنه ما تم تصليحه ولا تم التدخل من قبل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة وإرجاع الأنبوب مثل ما كان وضع. لكن أنه إحنا اليوم من برنامج أهل المدينة أنه نحاول نوصل هذه الرسالة اللي وصلت لنا والمناشدة اللي وصلت، والصور أيضا حتى يشوفوها الجهات المعنية ويروحون لإصلاح هذا الأنبوب، لأنه الناس نرجع نقول بأمس الحاجة للمياه، لأنه 11 يوم هسا أنت تخيل أنه بيتك ما بي مي 11 يوم، شنو اللي راح تقدر تسوي؟ حتى إذا تريد تشتري يوم يومين بعدين شو راح تقدر تعيشه؟ مو كل الناس عندهم إمكانية مثل ما أنه المسؤول عنده إمكانية يقدر يشتري مي يمكن يكفيه بعد لسنتين، الناس ما عندها، الناس محتارة بإيجاراتها، الناس محتاجة لأقل المبالغ اللي حتى تسد رمق عايشة وعايشة أولادها، وحتى تتمكن من العيش بشكل طبيعي في هذه الأزمة الاقتصادية وأزمة النقد المالية اللي متوفرة واللي حاليا موجودة بها العراق من الشمال للجنوب. يا ريت أنه يكون أكو اهتمام من قبل الدوائر الخدمية بمثل هيك قضايا، ويروحون بأسرع وقت لإصلاحها وإرجاع الأمور طبيعية مثل ما كانت. ليش احنا يعني مختلفين عن كل الدول وعن كل البلدان، بس احنا مشكلتنا انه اللي هي يحتاج لها ساعات لاصلاحها تبقى 11 يوم وتبقى اكثر ما تتصلح، ولا انه ولا احد من المسؤولين يروح لها. يعني لو هذا الكسر، لو هذا الخلل، لو هذا العطل صار بفتره الانتخابات، كان كم مسؤول راح وزار هذه المنطقه وقام باصلاحها بنفسه مع فقرة صورني وأنا ما أدري، كان كلها تهافتت عليه وتسابقت حتى تصلح هذا الأنبوب وترجع المياه من أجل حصد أصوات الأهالي اللي موجودين بهذه المنطقة. هسه هم تخيلوا أنه كل يوم أنه بانتخابات أو كل شهر انتخابات حتى أنه تروحون وتصلحون مثل هيك مشاكل، لأنه الناس الفقرة شي يسوون إذا ما عندهم أحد يلتجوا له؟ روحوا وصلحوا هذا الأنبوب، لأنه الناس بدأت تعاني وصارها تعاني أكثر من 11 يوم. يعني مو بس الناس، هدر هدر للمال العام. نعم. ليش يشكل حرامات الماء؟ اكو ناس تحسر على نقطه الماء. احنا بعد كم سنه العالم كله هسه حاليا عنده حمله كبيره من اجل الحفاظ على نقطه الماء، واحنا عندنا هدر بالماء صار له 11 يوم. يعني موضوع والله عيب، اكو مناطق عندنا تشكو الجفاف وتحتاج مثل ما شفنا هسه احنا بسامره الماء يوصل لهم طين. ف
فاحنا ليش ما الاساله يوصل للمناطق وما يوصل لهم؟ والله اكو كسر بالانبوب. نتمنى انه يكون هناك متابعه، الناس تروح وتتعب للجهات المعنيه لكن ما حد يسمع لها. نبقى بالبصره ونبقى بفقره عيون، ووصلت الرساله او مجموعه صور من طلاب السادس الاعدادي اللي ساكنين في هذه المدرسه، كون هم في تعرفون مرحله حرجه وصعبه. هذه هي مدرسه في حي الاصدقاء، هي طبعا ثلاث مدارس، الروضة العباسية اللي بنينها هي الثانوية اللي وصلت من عندها الرسالة، اللي هي ب 2007 تم تأسيسها، يعني هي جديدة وتالي وياها يعني ورا فترة نقص المدارس فتحوا مدرسة درة البصرة الابتدائية للبنين ب 2014، وقبلها فتحوا مدرسة أهل الذكر الابتدائية للبنين 2010. هذول صارت وصارت آخر شيء مدرسة يعني ثلاثي الدوام بها، لكن هي الأساس اللي هي الروضة العباسية للبنين اللي هي ثانوية. نشوف احنا الصور، واقع متردي، استكراب اللي نموت عليه. احنا ما اعرف شنو قصتنا مع استكراب، ايش يعني ما عندنا فد حالة مرضية. الساحة كلها طين يعني الظاهر من المطرة الأخيرة، والطلاب تشوفون يعني وضع مأساوي، الحمامات حدث ولا حرج، واحنا نعتذر يعني عن الصور، لكن هذه حقيقة، حقيقة واقع طلابنا يعيشون هكذا في المدرسة. احنا ما نقول انه الموضوع كله هو اساسه وزارة التربية او مديرية التربية، لا، بل حتى الكادر التدريسي وحتى الطلاب، الكل ما متعاون. احنا نحتاج انه نكون يد واحدة، احنا دائما يمكن حتى بالمقدمة اقول دائما بالتعاون بالتكاتف نعبر هذه الازمة. احنا سبع ازمات المفروض علينا نتكاتف، لكن صراحة ماكو احد متعاون، لا المواطن ولا الدوائر الخدمية. للمواطن شايف الدوائر الخدمية تعبانة حتى هو يقول يابا تعبانين فخلي يعني أحافظ على الممتلكات العامة، ولا الدوائر الخدمية جاي تشتغل والحكومية جاي تشتغل حتى المواطن يحس بالنعمة اللي هو عايش بيها. مدرسة بدون صفوف، بدون رحلات، بدون صبورات، بدون أبواب، ويقال حتى مدرسين ما عندنا. غرفة خاصة للمدير ماكو، راح أشوف من خلال الصور. الساحة مليئة بالمياه الآسنة والنفايات، رحلات مكسرة إذا موجودة في إحدى الصفوف، شبابيك ماكو، مو مدرسة أبداً، ولا حتى موجودة في أفقر بلد في العالم حتى ما نقدر نسمي، لأنه هسه البلدان كلها جاي تحاول تطور من نفسها، حتى أفقر البلدان جاي تتغير، تفاجئنا وتصدمنا، إلا العراق يتراجع للوراء. يعني في العراق يعني موضوع حرج وحزين ومبكي ومضحك، ما أعرف كل هذه الامور تنطبق على ما احنا نمر هسه حاليا به بالعراق، والناس تقول يابا يا ريت يكون هناك شيء ايجابي يتم عرضه. اذا هو ماكو الايجابي اصلا ما موجود، وهذه الصور اللي شاهدناها يمكن البعض من يريد يدافع عن مديريه تربيه البصره او المدارس اللي تابعه لتربيه معينه بمدينه البصره راح يقول انه هذه المدارس متروكه. لا، ما متروكه، احنا شفنا في احدى الصور انه اكو طلاب متواجدين في الممرات قريبين من ساحه المدرسه، وايضا انه هذه الاهمال الواضح من قبل اداره المدرسه ومن قبل التربيه ومن قبل الطلاب نفسهم. احنا قبل ان كنا نشوف انه اكو عمال نظافه اللي تسمى بالفراشه، انه فراشات موجودات انه ينظفن، اضافه الى هناك جدول للطلبه بتنظيف القاعات الدراسيه، لم النفايات بعد الدروس او بعد انتهاء الدوام. احنا هسه كلها ما موجوده، يعني انه اذا صف او اذا غرفه تابعه للاداره احترقت اهملت وراح المدير شال غراضه وراح حول بغير مكان، وبالتالي انه تركت هذه الغرفه وصارت انه مكب للنفايات، الصفوف والبقيه ايضا النفايات، الحمامات منظر مقزز يعني فدنا انه ما اعرف انه شلون واحد يوصفه، لكن انه على انه مديرات التربيه على وزاره التربيه انه تخلي لجان مراقبه، لجان تفتيشيه زين، المفتش وينه، المرشدين وينهم، المفروض انهم يروحون يشوفون المدارس، انه مو بس انه يقيمون التدريس والاساتذه شلون يدرسون ويحضرون الى الصفوف حتى يشوفون طريقة التدريس من قبل المشرفين خلي يشوفون أيضا نظافة المدرسة، نظافة الطلبة، نظافة الكوادر التدريسية، خلي يهتمون بهذه القضايا أفضل من التدريس. لأنه نحن التدريس أنه الكل يعرف بهذه السنوات الأخيرة الماضية أنه بدأ التدريس يعني أشبه بوقوعه بالهاوية يعني، والله يستر يعني العطلة، بما يعني جبنا سيرة العطلة، هواي ناس جاي تسألنا على العطلة، باكر عطلة رسمية مناسبة عيد الجيش، كل عام وجيشنا بألف خير، وتعرفون احنا يعني بلد العطل عادي، يعني الموضوع احنا نعطل اكثر مما نداوم. نتمنى، ما اعرف اكو مدن انطت الخميس هم عطله، واكو مدن لحد الان لا،
فباكر ان شاء الله نقولكم الخبر اليقين يعني بخصوص يوم الخميس. بس نذكركم بصفحتنا، الصفحه الوحيده ورسميه اللي هي المدينه على الفيسبوك، كثير يسالنا عنها. هذه صفحتنا الوحيدة، احنا ننشر بها اهم الاستطلاعات اللي تم عرضها ضمن فقرة او ضمن حلقاتنا واهم مواضيعنا واهم صورنا. وحاليا وصل عدد المعجبين 267,446. شكرا لكل من يتابعنا. طبعا هناك رسائل على الخاص توصل لنا، وايضا على العام احنا كلها نعرضها ضمن فقرة عيون المدينة. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام في امان الله. هذا وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.